الهدف من هذا اللقاء الذي ترأسه مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا آدم فورتي أمادو مع عمد الدوائر العشر لمدينة أنجمينا والمدير العام للمعهد العالي للاقتصاد والإحصاء والإدارة دولجي بيلاسيم إنوسان هو تقديم منح دراسية للطلاب من الشرائح الضعيفة وعن كيفية الحصول على هذه المنح. Leon tu leyal na nas mindum way yalla na masakin aliyoba ko mindum forsa yom shi yogru barra wala yom shi kofu yogru o burz da yom reception sur na o fi gouvernement inshallah no khotu lejina sa khair ke ishi fa nas yalla di jubu do sha gum do la ki kef yogru yishulu ashara nafar yordu fi institut da o yogru o graya gum da talata sana. دولجي بيلاسيم إنوسان المدير العام للمعهد قال إن مؤسستهم دأبت منذ العام 2013 على تقديم منح دراسية في مجال تدريب المعاقين الفتيات والأيتام في مختلف المهن. أما المنح التي تقدم الآن فهي خاصة بطلاب المراحل النظامية في تخصصات العلوم الإدارية الصحة الثروة الحيوانية والزراعة.